مساء الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير وحزن وبكاء وصراخ من بعض الأشخاص، وعما تردد عن وفاة السيدة ناهد متولي، السيدة التي كانت في الأصل مسلمة بالفطرة ثم أعلنت مسيحيتها لمدة 30 عام، وعادت في الثمانيات وهي في عمر 80 عاما تعود لتعلن إسلامها وتقول: ناهد متولي أو فيبي عبد المسيح، لست متذكرا إن كنت في الثانوية العامة أو السنة الأولى من الجامعات، كانت الدنيا بتتقلب عليا، شباب تركوا المسيحية ودخلوا الإسلام، والغالبية كانت فتيات، كان صعبان أهل الفتيات أكثر من الفتيات نفسهم، ذل وعار وكسرة عين وكسرة قلب وفرحة وتشفي ومعايرة وتلقيح كلام من بعض الإخوة المسلمين. كان الأمن غلبيته متورطون، أخذت قرار بأني سأخدم في هذا الملف، وتحديداً عام 1991 مع المتنيح القمص سموئيل عدني بشبرا الخيمة. نعود قبلها بسنة تقريباً، وقت الوسط المسيحي يتحدث بسبب أن هناك سيدة مسلمة ويدعى اسمها ناهد متولي قامت بتغيير دينها إلى المسيحية، تنصرت وأصبح اسمها فيبي عبد المسيح، وكان الشريط الذي تحكي به اختبارها كان يمر حول البيوت المسيحية في الخفاء، كان ممنوعا يحاسب عليه القانون، وكان الذي يسمع الشريط بصوت منخفض يكاد يكون مسموع، وأهل البيت كلهم متجمعين حول الكاسيت، وطبيعي جميع الأقباط المسيحيين بمصر يفرحوا لتنصير ناهد متولي، ليس بسبب خلاصها لكن لأنها أنكرت دينها وأهانت أهلها، يعني كانت فرحة بطعم الشماتة لأن أولادهم يذهبون للإسلام تاركين الذل والعار، وشربوا من نفس الكأس بصراحة. أنا ولا فرحت ولا فرق معايا غير أهلها، لأنها من عائلة كبيرة ولديها أبناء انكسروا بسببها. من يا سادة؟ من هي ناهد متولي الذي لعب في رأسك؟ ولا من المسيح الذي بشرك بالمسيحية، أو الرجل الذي أحببتي وقمت بإنكار دينك بسببه؟ لا يوجد أحد، لأن المسيح بنفسه ظهر لها وعرفت أنه هو الإله الحقيقي، وأن المسيحية هي الديانة الحق، وأخذت بنت من ولادها وتركت 2 وهربت من قبضة الأمن والشيوخ، وعاشت في هولندا وأصبحت من أشهر سيدات العالم. أنا بطبعي كائن مفكر، صعب إني أتقبل شيء بدون تفكير وتحليل وتمحيص، وحينما علمت بموضوع ناهد متولي وقصة ظهور المسيح لها، قلت أن هذه السيدة شيء من 2، إما مريضة نفسية توهمت ظهور المسيح بنفسه لها، أو نصابة متمكنة من أدواتها ستستغل المسيحيين من أجل السفر للخارج وتحل كل مشاكلها، لكني كنت ميال لكونها مريضة نفسية، لأني سألت نفسي إيه اللي في ناهد متولي مميز أو مختلف علشان المسيح يظلها دي، حتى لو كانت بتصلي لكانت بتصلي ولا بتصوم ولا ليها أي نشاط ديني، ولا حتى كانت بتقرأ في الإنجيل، ولا حتى كانت بتقارن في الأديان.
يعني ليست هي شاول كما المسيح أظهر له، رغم أنه كان مضطهد للمسيحية، لكن كان قلبه عمران بالإيمان واليهودية. ورأى المسيحيين معرقين إيه اللي ابنها المتولي من أجل أن يظهر لها المسيح، وكثير من المسيحيين المؤمنين لدرجة القداسة أو تعبانين وموجعين لدرجة إنكار الله نفسه، والمسيح ما ظهر لهمش لحد منهم. وتمر الأيام وتظهر الفضائيات، وتبدأ ناهد متولي مرحلة جديدة من الشهرة غير العادية، وتسافر العالم كله وتحكي اختبارها وتؤلف عشرات من الكتب. طلعت كدابة وعملت كتابين فقط والباقي تأليف ناس تانية، حطت اسمها عليهم بالكذب، يعني إنسانة مدلسة وكذابة، وتعمل مئات البرامج وتختفي سنوات وترجع تظهر من كم يوم في وقت غريب ومريب، وقت تمر به مصر بحالة غليان ومكايدة بين مسلميها ومسيحيها، علشان تقول إنها بعد ما أصبح عمرها 81 سنة بتعترف بخطأها إنها انضمت للمسيحية اللي اكتشفت إنه دين كاذب، وأن السيد المسيح له المجد هو أسوأ شخصية عرفتها في حياتها. وتشهد الشهادتين وتعود إلى الإسلام على الهواء، وتعتذر بسبب اعتناق ملايين الناس من المسيحيين بسببها. والمرة دي الإخوة المسلمين يهيصوا ويزقيطوا ويزقرطوا ويكيدوا ويعيروا. وأنا أرجع بتفكيري أكثر من 30 سنة الورا، أو أفتكر نفس السؤالين، هي فيبي عبد المسيح نصابة ولا مريضة نفسيا؟ ويبدأ يظهر مكتباته وخطباته لفيبي عبد المسيح لأصدقاء لها، منهم راهبات ومنهم خدام بتقول فيها إن المسيح أخبرها بسر هيهدم المسيحية، ولما خاف تفشي السر شوه شكلها وجسدها. وفي خطاب تاني تقول إن المسيح جعلها حامل لمدة 18 شهر وطلع حمل كاذب وخدعة. طبعا المرة دي كمان لقيتني ميال لنفس رأيي من 33 سنة، وهو إني ناهد متولي أو فيبي عبد المسيح مريضة نفسيا، واحدة عايشة في تخيلات وتهيؤات من زمان مع بداية الخمسينات من عمرها، تخيلت إنها شافت المسيح أجمل إنسان رأيته عينها، وهو رجل طويل القامة أبيض البشرة، عينيه بلون السماء وشعره بني محمر. إن المسيحية دين الحق، والآن بعد ما تخطت العمر 80 سنة تخيلت إنها شافت المسيح، بس أسوأ حد قابلته في حياتها. وإن الإسلام هو الدين الحق، محدش سأل نفسه من إخوات المسيحيين ليه المسيح اختارها وإيه المجهود اللي بذلته عشان المسيح يظهر لها. طب محدش من إخوات المسلمين سأل نفسه قبل ما يهلل ويشمت ويعاير إزاي واحدة مؤمنة ترجع للإسلام ويكون السبب إن المسيح هو أسوأ شخصية في العالم، أسوأ شخصية قبلته، رغم إن القرآن تكلم عن إن السيد المسيح بكل حب واحترام من ميلاده وحتى صعوده للسماء، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورة العمران آية 45، القرآن قال عن المسيح أنه وجيها في الدنيا والآخرة، لكن الست ناهد متولي شايفاه أنه أسوأ شخصية، أسوأ حد قابلته. الغريبة الناس فرحانين ومش واخدين بالهم أنهم بيطعنوا في إيمانهم بالقرآن نفسه. الست ناهد متولي شايفة أن المسيحية أكذوبة، في حين إن القرآن نفسه قال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى،
ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ويقول أيضا من أهل الكتاب وأمة قائمة يتلون آيات الله وإناء الليل وهم يسجدون يأمنون بالله واليوم الآخر ويأمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. سورة العمران 113. يعني القرآن تكلم عن المسيح والمسيحية بكل حب واحترام. بير كده جعل من شروط الإسلام الإيمان بالسيد المسيح وكل الرسل. الإسلام يرى المسيح والمسيحية إنها ديانة سماوية إلهية أرسل الله هدى للناس ورحمة للعالمين على يد المسيح ابن مريم. والمؤمنون بالمسيحية سجل القرآن لهم أجرهم عند ربهم وأنهم غير المشركين وغير الذين كفروا. وقال عنهم إنهم أقرب الناس مودة للمسلمين وأنهم متواضعون لا يستكبرون. وشخص المسيح في القرآن مركز كبير إنه كلمة الله وروح الله منه ولد بطريقة عجيبة لم يولد بها أي إنسان من قبل ولا من بعد بدون أب جسدي ومن أم عذراء زهور لم يمسها طاهرة لم يمسها بشر ومات ورفع إلى السماء بطريقة عجيبة حار فيها المفسرون والعلماء عاش على الأرض يهدي الناس ويقوم بمعجزات لم يعملها أحد مثلهم. وقد هدى الناس عن طريق تبشيرهم بالإنجيل والإنجيل له مكانة عظيمة في القرآن الذي كان مصدقا له وداعي الناس إلى الإيمان به. ولم يذكر في القرآن إطلاقا إنه نسخ التوراة أو الإنجيل